تواصل السلطات المصرية تنفيذ المرحلة الثالثة من إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة شمالي شرقي البلاد، والتي من المقرر أن يتم خلالها إخلاء وإزالة المباني والمنشآت الواقعة على بعد كيلو متر من الشريط الحدودي لمسافة 500 متر جديدة، تمهيدا لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود بين مصر وقطاع غزة لتصبح 1500 متر. وقد أشار الأهالي إلى أن الجيش بدأ بالفعل إزالة المنازل بمنطقة الطيرة جنوب غربي رفح والمناطق الموازية لها، وبلغ إجمالي المنازل التي هدمت أكثر من 50 منزلا حتى اليوم، وجرفت عشرات الأفدنة المزروعة بالخوخ والزيتون. وتعمل السلطات المصرية منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2014 على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، وذلك من أجل استكمال ما يسمى بمكافحة الإرهاب حسب تعبير السلطات المصرية. وينضم إلينا عبر الهاتف من العريش السيد أشرف الحفني، منسق اللجنة الشعبية في العريش. سيد أشرف، أرحب بك معنا. يا مرحبا. نعم، مرحبا بك. بالتأكيد أنت تعلم أن هناك نظرة كبيرة في المعلومات، خصوصا ما يحدث في المنطقة الحدودية في رفح وفي شمال سيناء بأكملها، فهل لديك معلومات فيما يخص هدم المنازل وتجريف الأراضي في نطاق المنطقة العازلة التي تريد أو يريد النظام في مصر إقامتها على مسافة 1500 متر من عمق الحدود بين مصر ورفح؟ هو احنا المعلومات اللي عندنا، طبعا انا في العريش والمنطقة هناك صعب الوصول ليها، انما احنا كل معلوماتنا عن طريق الناس اللي بيتم تهجيرها وتنقل من رفح الى العريش. طبعا في الهجرة تواترت اكثر من الاول وزادت، الهجرة زايدة اكثر من الاول. تمام يا استاذ اشرف، اللي بنعرفه من الناس اللي جايه من هناك ودلوقتي زي ما انتم قلتوا دي المرحلة الثالثة، 500 متر كل مرحلة، وطبعا القرار نفسه بيشمل 5 كيلو، حوالي 5 كيلو، يعني ممكن يوصل لأبو شنار عند يمين القديمة دي. 5 كيلو على، تقصد على طول الحدود وبعمق 1.5 كيلو؟ بعمق، لا طول ممر فيلادلفيا ده اللي هو 14 كيلو تقريبا، انما بعمق 5 كيلو. القرار اللي هو بتاع نحلب من سنتين كان بعمق 5 كيلو، واخد بالك؟ ده قرار رئيس وزراء. فانما المراحل بتاعته بتكون كل مرحله حوالي 500 متر. وجزء من المراحل دي او جزء من الناس اللي في المراحل دي تعوض وجزء لا، وغالبا اللي ما تعوضش كمان اللي هم الناس اللي لهم عشش او بتاع، يعني حاجات زي كده. طب ده يخليني اسالك استاذ اشرف في النقطه دي لو سمحت، هي الناس بتروح فين بعد ما بيتم يعني اخلاء منازلها وتفجيرها كما راينا في الصور السابقه، الى اين يذهبون؟ بيجوا جزء منهم بيجوا العريش، يعني بيهجروا بيوت، بيسكنوا طبعا واخد بالك؟ نعم، بيس على الإقامة وبتاع، إنما هيروحوا فين يعني؟ طيب هل تعتقد ان فكره الشريط الحدودي الذي يفرغ من سكانه تقريبا بطول 14 كيلو وبعمق 5 كيلو متر كما ذكرنا سالفا، هل تعتقد ان هي يعني هذه هي طريقه ناجعه لمواجهه الارهاب كما يقول او يدعي النظام في مصر ام لا؟ لا طبعا، لا طبعا. لماذا؟ احنا شعار اللجنه المعروف هو لن نترك سيناء، وبنسمي التهجير خيانه ضد مصلحة الوطن وضد المصلحة الوطنية أساسا. وكثير لما قلت لكم بنقول احنا في اللجنة انه مقارنة التهجير هنا بالتهجير بتاع أيام محمود القناة رفح بالمقارنة معكوسة، واخد بالك؟ أيام القناة تهجير مدن القناة كنا بنحارب إسرائيل وكان إسرائيل عدوا، إنما أنت دلوقتي بتهجر في ظل صداقة مشروع في البحث الجديد، واللي قال صراحة عليه محمد بن سلمان انه ده جزء منه المنطقة الحرة بتاعت شمال سيناء، يعني الظروف مختلفة خالص عن تهجير ايام القناة، لا دي مرتبطة بمشاريع هتتعمل هنا يعني، وهم بيروحوا صراحة ما بيخبوش.
يعني الحقيقة أنت استرقت سؤالي الخاص بي، إذا لماذا إصرار الحكومة أو النظام على فكرة التهجير، على فكرة إقامة المنطقة العازلة؟ هم يتحدثون عن أنفاق لابد من مواجهتها، يدخل منها عدد من الإرهابيين والمسلحين إلى عمق سيناء أو إلى عمق شمال سيناء. أنت تقول أن هذا الكلام غير مجدي، طيب ليه الحكومة مصممة على ذلك، على هذا النهج؟ يبدو أن هناك مشكلة في التواصل بيني وبين السيد أشرف الحفني. أستاذ أشرف هل تسمعني؟ ألو أنا سامعك. طيب أنا سؤالي كان على إصرار النظام في مصر على إقامة المنطقة العازلة. سمعت السؤال. تفضل. سمعت. بقول لك طيب وغرب العريش العملية بتاعت امبارح كانت غرب العريش، طيب إيه علاقة بقى التهجير بالعملية اللي كانت؟ لا 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 التهجير ده بالعكس ده بيدي أكثر من العمليات زي ما احنا بنشوف، بالعكس دي الأماكن اللي بيتم فيها تهجير هي اللي بيتم فيها عمليات أكثر. التهجير ضد تأمين الوطن، التأمين الوطني الحقيقي هو بتنقيب ناس وعودتهم لأماكنهم وتوفير الخدمات أكثر، هو ده اللي ينهي أي عمليات مسلحة أو أي إرهاب. نعم أشكرك شكرا جزيلا السيد أشرف الحفني منسق اللجنة الشعبية في العريش، كنت معي عبر الهاتف من مدينة العريش. مشاهدينا الكرام كنا قد تناولنا مع السيد أشرف الحفني تواصل السلطات المصرية تنفيذ المرحلة الثالثة من إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، كما ترون في هذه الصور التي نعرضها الآن جانب مما تسرب من عمليات التهجير، تفجير المنازل وممتلكات بعض أهالي شمال سيناء. نذهب